طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم عبر خدمة الواتساب وعلى الأرقام التي سوف تظهر أسفل الشاشة. فاصل ونعود إليكم. كل واحد رفحاوي انطوه يومية 40,000 امتياز بالإضافة. 40,000 بالشهر يوميا تساوي 1,100,000 بالسنة. هاي للواحد، هاي دير بالك، بالسنة تساوي 144,000,000 للواحد. إذا عائلت 10 نفرات الأخ ياخذ 1,440,000,000 باسم قانون رفحة. اعطاهم حق الاقتراض من الإسكان، بنك الإسكان وبنك العقاري 50,000,000 و50,000,000. أما الزراعي فما حدد له، فالجماعة سوا راحوا على الزراعي. زين، حتى يعني حتى إحنا العراقيين هم علمونا أهلنا، قال حتى ما تريد تاكل بين عيونك خلي الله بين عيونك. شنو أنت؟ اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين. اليوم نريد نتحدث حول قرار مجلس الوزراء بمصادره الاراضي والعقارات المحيطه بمطار بغداد واحالتها الى شركات استثماريه وعلى راسها الشركه الامريكيه المتخصصه. خلونا نشوف قرار مجلس الوزراء المرقم ب 175، نقرا مع بعض نشوفه. عزيزي المخرج، هذا القرار راح نقرأ مع بعض. يقول قرار مجلس الوزراء رقم 175 لسنة 2019. يقول قرار مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية 19 المنعقدة بتاريخ 14/5/2019 الموافقة على ما يأتي: استثمار الأراضي والعقارات المحيطة بمطار بغداد الدولي استنادا إلى أحكام المادة 7ب من قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل بما يتناسب مع التصاميم المقترحة من الشركة الأمريكية المتخصصة وفقا لرؤية الهيئة الوطنية للاستثمار وإبرام عقود استثمار مع الشركات المستثمرة شركة دايكو والشركات العراقية المتقدمة لتأهيل وتطوير واستثمار الأراضي والعقارات المحيطة بمطار بغداد الدولي وفقا لأحكام قانون الاستثمار المذكور آنفا. 2. نقل ملكية الأراضي والعقارات المحيطة بمطار بغداد الدولي والمبينة تفاصيلها بموجب الفقرة 3 من كتاب الهيئة الوطنية للاستثمار ذي العدد 24 المؤرخ في 3/5/2019 كمرحلة أولى إلى الهيئة المذكورة آنفا بدون بدل، يعني حتى ما يعوضون المزارعين والأهالي هناك، هان خلي جوها أكثر من خط، بدون بدل. استنادا إلى أحكام المادة 10 رابعا باء من قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل وأحكام المادة 1/3 من النظام رقم 6 لسنة 2017 المعدل نظام التعديل الأول لنظام الاستثمار رقم 2 لسنة 2009 استثناء من القرارات كافة التي تعيق تنفيذ هذا المشروع وإلغاء التخصيصات كافة السابقة عليها ليتسنى للهيئة الوطنية للاستثمار إبرام عقود التصرفات القانونية مع الشركات المستثمرة وتسليمها الأراضي والعقارات المحيطة بمطار بغداد الدولي بواقع 4,000 دونم إلى شركة دايكو العالمية القابضة و 12,003 دونم إلى الشركات الأخرى المستثمرة ليتسنى لها المباشرة في التنفيذ وفقا للتوقيتات الزمنية المحددة في القانون. حميد نعيم الأمين العام لمجلس الوزراء وكالة 15/5/2019. طبعا في لقاء متلفز تحدث النائب محمد الكربولي حول هذا الموضوع وقال بأن رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي هو من بدأ بإعطاء الأراضي المحيطة بمطار بغداد للشركات الأجنبية بحجة بناء الجامعة الأمريكية هناك. أضاف بأن المسؤولين
في الحكومة يقومون بتوزيع الأراضي إلى معارفهم والشركات التابعة لهم باسم الاستثمار، خاصة في نهاية فترتهم الرسمية، إن كان وزير أو رئيس وزراء. هيئة الاستثمار طبعا تعطي الأراضي للشركات الاستثمارية كما قال محمد الكربولي، وأضاف بأن هذا الأمر هو فساد مبطن، هذا فساد مبطن كما قال النائب محمد الكربولي. خلونا نشوف تصريح النائب محمد الكربولي حول مصادرة الأراضي المحيطة بمطار بغداد في لقاء متلفز. حزام بغداد يعني رضوانية وتلك المناطق اللي قريبة من مطار بغداد، نعم، يعني أنا أعتقد يعني هم أعطوها سيد عاد العبادي قبل لا يخرج، انطاها الى بعض الشركات على اساس جامعه امريكيه وما ادري ايش الكلام على الجامعه الامريكيه اللي تكون يوم مطار بغداد العفو. فانا اعتقد احنا كثير من الاراضي اللي انطينا باسم الاستثمار وخاصه في بغداد الاف الاراضي زين، والدوانم اللي هي نعتقد لو مبنيه حقيقه كان صارت نهضه عمرانيه للعراق. لكن هم دائما الاخوان قبل ما يخرجون يعني الاراضي اللي عندهم يعني يوزعوهن على المعارف والعلاقات والشركات اللي تابعة لهم بالأصل. عندكم مشكلة ويا الشركات؟ أنا عندي مشكلة الأهالي، هذا اللي ظل 40 سنة و50 سنة اللي قاعد هنا عقودة، على أساس تطلع يعني شنو حكمك؟ راح يطلع ببلاش، ما راح ينطي تعويض؟ ما أريد يعني تجبرني لا أخذ تعويض. وبنفس الوقت هذا هم تطوير للبلد، تطوير للطور الأولانية هي الاستثمار. أنا ما أعرف هسه هيئة الاستثمار اثنينات العامة ومال بغداد، بس تجي شنو هي كاتب عدل لو شنو لو تمنح إجازة مال السواقة بس تعطي جايز. زين انت من تنطي اجازه غير بها يعني مثلا شروط مثلا جابها لك سنه ترى اسحبها بعدين اذا ما بنيت او ما قدمت شيء، ترى هذا مو استثمار، هذا عباره عن بيع، يعني خلينا نقول فساد مبطن بين قوسين. انا اعطيك استثمار ارض زينه من هذه الزينات تاخذهن تروح تفرها تلقى الارض الزينه معروضه على فد 60 70 شركه بالخارج وبالداخل، يا بيريدون فد هالقد مليون دولار ويعوفوها. زين ادري انت يا ابو الاستثمار ما فد يوم كلفت نفسك وطلعت راجعت من 2006 و2007 و10 ولحد اليوم 2019. طبعا بحسب الكتاب اللي قريناه انه لا يوجد بدل ولا يوجد تعويض عن الاراضي اللي راح تاخذها الحكومه وتعطيها للشركات الاجنبيه والشركات العراقيه اللي هي تابعه الى الحكومه. طبعا الامين العام لمجلس الوزراء اليوم في اجتماع وهو حميد نعيم الغزي وجه الجهات ذات العلاقه بضروره الإسراع لتحديد آليات نقل ملكية الأراضي للمستثمرين. النائب أحمد الجبوري تحدث عن مصادرة الأراضي المحيطة كذلك المحيطة في مطار بغداد قائلا بأن الأراضي تمنح إلى شركتين مستثمرتين وهذا يعد تهجيرا قسريا سكنت هذه الأراضي ذات الطبيعة الزراعية. أضاف النائب أحمد الجبوري بأن هذا القرار نص على منح كما أشرنا في البيان 4000 دونم من الأراضي الزراعية في حزام مطار بغداد الدولي لشركة دايكو الأمريكية، كما منح 12000 دونم إلى شركات أجنبية من جنسيات مختلفة. كذلك النائب عن ائتلاف الوطنية إياد الجبوري تحدث حول هذا الموضوع وقال بأن المستثمر حصل على الموافقات كافة دون حصول دراسة شاملة لطبيعة الأرض ومصير السكان ومصير أهلها بدون تعويضهم. طبعا خلونا نستمع إلى ما قاله النائب إياد الجبوري حول هذا الموضوع ونرجع لكم. خلال أسبوع أو أسبوعين حصلت الموافقة من مجلس الوزراء بالتصويت على إحالة ملكية الأراضي دون الرجوع يعني إلى مجلس المحافظة وإلى المحافظة في هذا الأمر. يعني أريد أشوف الوزراء اللي موجودين، ما حد من عندهم قال أريد نشوف هاي الناس وين طبيعة الأرض، شنو وضعها، شنو منو الساكن بيها، هل هي أرض جرداء، هل هي أرض لتابعة للمزارعين عندهم استملاك، لو يعني بدت آفة الفساد يعني ما تستحي من شيء. نعم، معنا اتصال عبد الله من بغداد. عبد الله، رأيك بمصادرة هاي الأراضي المحيطة بمطار بغداد؟ الناس صار لها عشرات السنين تزرع وتفلح ومالتهم، يعني اللي وارثها من جدة واللي وارثها من جدة، والناس صار لها مثل ما أشار النائب محمد الكربولي الناس صار لها أكثر من 50 سنة بديش المنطقة. يعني شنو الحكومة تأخذها من الناس؟ خاوة أتاوة بدون
بدون حتى تعويضهم، حتى تعطيها الشركه على اساس شركه امريكيه، ايش راح تبني هالشركه الامريكيه؟ شو تشوف الموضوع؟ تغيير ديموغرافي؟ لو صدق الحكومه تريد تستثمر زين هاي ارض الله الواسعه والاراضي والصحاري اللي موجوده بالعراق، ليش ما تروح تستثمر بها؟ ليش تجي على الاراضي الزراعيه اللي قاعده بها الناس ومسترزقه منها؟ تفضل عبد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. هلا بيك. والله اخويا بالنسبه لهاي الحكومه لا تستثمر ولا كل شيء، هي اخذتها قتل هاي الشركات وجوز اخذت مقابلها فلوس. وما مهتمه اذا هي ملك الناس مو ملك المواطنين، عبن عن جيد، حتى اذا عنده طابوت تاخذها من عنده، اذا ما قبلت تاخذ السجن تقول هذا ارهابي، هذا من داعش، هذا كذا، فتضغط عليه تخليه غصبا عليه يوقع على الاوراق ياخذوها من عنده. هي اصابات هاي اذا رات علقي عن هي المحافظات، بصره الموصل باعوها، الانبار باعوها، صلاح الدين باعوها، يعني بقت على 2000 3000 متر الله يخليك يا اخويا، والعراق كله مبيوع. نعم يا ادري العراق هسه النوب يعني مالات النفط وفلوس البلد والواردات اللي تجي باقوهن، والناس هم قالت عم ايش نسوي، انا لله وانا اليه راجعون، بس ما يجي على بيتك وعلى قاعك يريد ياخذها، هاي شلون صايره هاي؟ بعد والجاي بعد اعظم، يعني اذا على هاي نقول اشوه، بس الجاي بعد اعظم، راح ما يخلون يمشون على الرضوانيه على الطارميه على الغزاليه، كل ينزلون على الفلوجه على القرمه، كل ياخذوها ويجيبون ذول الايرانيين والباكستانيين والافغانيين، كلهم يملكونهم ويصيرون اهل ملك، يعني وحتى يخلوه يورث. نعم. اخي هاي عصابات وهذول كلهم كذابه دجاله حراميه، شو يقولون شو يقررون، وهذا كله كذب بكذب، الله وكيلك، كله ياخذون اوامر من ايران وما ينتبه لا للشعب العراقي ولا لكل احد. هم ايران هدفهم باشر، هذا يقول لك انا اذا صار علي شيء وانا اروح ماكو دوله تستقبلني غير ايران، فمضطر يسايس ايران وش يريدون هو هذا، وهي الحاميتهم. نعم. اخوي اي هم شو عمروا بغداد، دخلوا يعمرون بغداد، بس لا يعمروا المحافظات، بغداد ساحه اللقاء الفلشوها، الاخرى الفلشوها، خليه يعمرونها، ما عمروا كل شيء، فلشوا ما عمروا، كلها فلشوها. يا اخوي النوب اللي يبنون فوق هذا شو اسمه كله كذب وكله سرقات وكل هذا، الحكومه اللي على اساس عبد المهدي يسوي مصالحه وطنيه ويبتعد عن الطائفيه ويبتعد عن هاي الامور. هسه بغض النظر هسه حتى اذا اجى واحد قال لك عمي الرجال مو يريد يستثمر ويريد يبني، زين ادري مو هذا تغيير ديموغرافي، برايك عبد الله الناس ردت فعل الناس والعشائر هناك شلون راح تصير؟ ما حد يرد ولا حد يحكي، الله وكيلك لو ياخذون حتى بيوتهم ما حد يرد، لان الناس نص اللي مع احترامات يعني لا حد يزعل، نص خايفه ونص ويا الحكومه ونص مستفادة، هم ينطوهم فلوس يقول له خذ لي سيطر على هالقرار، القرار يقول لك بدون تعويض بدون بدل. والله إذا بدون بدل والله المفروض يعني شنو حياته اللي يأخذون قاعة وينطوها الغير واحد، شنو حياته يعني؟ إذا ما يدافع عن أرضه وعرضه أنا من يدافع، إيش ينتظر؟ نعم المفروض هي الناس تسوي يعني تحس على نفسها، شلون واحد قاعد ياخذونها منه؟ هو تنباك سيارته يقلب الدنيا، ينباك من عنده دجاجه يقلب الدنيا على مركز شرطه النوب، وقاعدة ياخذوها كل القياعين ينطوها للايرانيين وهذا، يعني شلون يسكت؟ ما اعرف. نعم. ما اعرف، هاي لو جيبون لو مراضي لو ما اعرف شنو ايش يسوون ما اعرف. انا اشكرك عبد الله من بغداد، كان معنا اتصال ابو علي من الموصل. تفضل ابو علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الموصل بالنسبة للموصل، الموصل استباحت يعني من قبل الميليشيات استباحت. نعم. قبل ما نروح للموصل، أريد بس آخذ رأيك على هذا الموضوع أبو علي. إذا تسمح لي. الموضوع يخص. نعم. الحكومة اليوم أصدرت قرار يقول لك إحنا راح ناخذ هاي الأراضي المحيطة بمطار بغداد، يعني منطقة الضلوعية الرضوانية. الرضوانية ويطوها إلى شركات أجنبية من ضمنها شركات أمريكية على أساس استثمار وبناء وإلى آخره، يعني مصادرة أراضي ناس بدون حتى تعويضهم ولا قعدة وياهم ولا اتفقوا وياهم. وشنو التعويض؟ شنو الغرض؟ ماكو تعويض، ماكو تعويض.
يقول لك ماكو تعويض، قرار أصدره وخلص. أتعوض قوي وضعيف. نعم قوي وضعيف. هسه بالموصل نفس الحالة، نفس بالموصل الحالة. هم جو أي نفس الحالة بالموصل، نفس الحالة. جو قسموا القطع الأراضي مال يارنجة، وقسموا القطع الأراضي مال قرب الصناعة، وزعوا القطع الأراضي بوب جلي، وزعوا القطع الأراضي بالموصل كلها وزعوه، بالإضافة إلى الحديد والسكراب وغيره وغيره، محطات الكهرباء كلها باقوا، ما خلوا شيء ما بضر. زين ما خلوا شيء ما استباحوا. زين أبو علي المحافظ يقول لك والله إحنا نسوي المدينة القديمة نستثمرها ونسويها مدينة حديثة. زين هم مخصصات بالموازنة للمحافظة يبتشون هسه ويقول لك الدولة ما عطتنا، شلون راح يبني هاي المدينة الحديثة مثل ما يقول المحافظ؟ أكحش سمع هذا يكذب، هذا كل واحد المصالح الشخصية، وهذا من رحمهم طالع. يعني هذا من يجيبونه ما يجيبونه شخص محترم وشريف ونزيه وطاهر، يجيبونه من رحمهم هذا. يعني يجيبون واحد شريف في عمر الموصل وهي ما بيها كل شيء، يعني هم عمر الموصل هذا الكبريت والمشراق وهذا هم ده يشعلون المزارع، هم يشعلون ما خلوا شيء، ما حرقوه ما شعلوه. نعم يعني ما يقدرون يسوون شيء، يعني بالنسبة للعمار وهذه الشغلات هم فيهم خير عشان رفعوا الجثث تحت الانقاذ، هاي صار لها 3 سنوات من التحرير بعد نهاية الآن جثث، ها؟ هي الجثث موجودة تحت الأنقاض. نعم. الجثث موجودة تحت الأنقاض وكلهم عبارة عن مع احترام للسنة صاصين وفاشلين. مو دولة. عصابة عبارة عن عصابات عصابات. نعم. عصابات هسه حاليا والله الموصل شكو شريف بيها يغلي عليهم. هي حادثة العبارة هاي الأخيرة ما افتهمنا اي شيء من لجنه التحقيق اللي دزتها الحكومه. اخي يا لجنه التحقيق يعني هذا الشغله كلها بيدهم، وكلها الموصل عباره عن ديسيسوها حتى يريدون يشيعوه. يعني اي هسه الموصل كلها مباحه لهم، هسه اذا تصير قضيه قتل وغيرها منو يقدر؟ نجم الجبوري ليش قالوا؟ نعم ليش قالوا نجم الجبوري؟ قالوا على مود الاتاوات اللي بالموصل وهو تيروح يطلعها راح طلع الرجل مخطوف، شخص مخطوف، وصدر كتاب بأنه القيادة العمليات مال بغداد، صدر الكتاب. فبعد تصدير الكتاب عن طور كتاب قيادة عمليات بغداد بأنه نجم الجبوري ما تطلع دورية للحشد الشعبي إلا بأمره إلا بعلمه. بعده بثلاث يوم قالوا. نعم. إيه. وهذه يعني عندك الصورة أحسن شاهد مثل ما يقول. هذا المزارع والحنطة وغيرها وغيرها وغيرها، والعالم كله تدري وكله تعرف، كل الشرفاء تعرف. هذا يعني دور الدولة مباحة له، مباحة له البوق، الحديد، النحاس، غيرها غيرها، كله مباحة له. نعم. أنا أشكرك أبو علي من الموصل، كان معنا اتصال أم عبد الله من بغداد. تفضل أم عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بيك. تحية لحضرتك ولقناتكم الشريفة. أهلا وسهلا. العراق الشريف. أستاذ إحنا هاي قوانين الطائفية ترى بدأت من 2003. أول ما بدأها الاحتلال الأمريكي قام بعملية دخول المناطق السنية ومناطق المقاومة السنية بكل مناطق العراق وتدميرها واعتقال حتى نسائها. أما اليوم شنو أصبحت الطائفية بشكل آخر، شلون؟ عن طريق فتحت أبواب جديدة. طبعا هذا كله تفكيك وكله خطط أمريكية إسرائيلية إيرانية للاستحواذ على الأراضي العراقية وتشتيت السنة بالدرجة الأولى. بدأوا ما بدأوا في زمن الجعفري، خاصة عمليات الرعد وعمليات البرق والدخول الأراضي حزام بغداد وقتلت ما قتلت من الشباب، وحتى اعتقلوا نساء على أساس أنه أخذوهم بديل عن رجالهم. زين فامتلأت السجون وامتلأت، وهاي هسه الطائفية ترى مستمرة، الطائفية صارت على مستوى حكومي.
يعني قامت بعملية استحواذ على الأراضي الموجودة في كل منطقة مهمة من العراق والمناطق السنية. حسب ما تقولون أنت منطقة الرضوانية أخذوها بيأخذوها من أبنائها وينطوها إلى الشركات الأجنبية. من هي الشركات الأجنبية؟ ليش يسوون هاي الشركات الأجنبية بالمناطق الجنوبية؟ ليش المنطقة الجنوبية صار وما بيها صناعات بس على مراكز النفط اللي موجودة؟ زين ليش مقامه زين بعدين احنا زين فتره وفتره يطلع الخج على شيء يقول داعش دخلت الى منطقه الطارمية والمشاده وهذه باب من ابواب السيطره على بغداد واثاره البعثره الامن في بغداد كله سبيل انه باسم داعش انه لازم يستحوذون على الاراضي الطارمية المشاهده وأبقيت أبنائهم في بالمعتقلات. وبعدين إحنا هسه نواجه بعدين بعد ما واجهنا الاحتلال الأجنبي هسه نواجه مشكلة الميليشيات. نعم أنا أشكر شم عبد الله من بغداد كانت معنا اتصال أبو علي من البصرة. تفضل أبو علي. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا حياك الله يا أهلا بيك. الله يسلمك. الله يخليك. والله أخي أول شيء إحنا دولة ما عدنا عدنا أحزاب بيول مرتزقة تابعين إلى دول الجوار مو بس بغداد هذه الأراضي أخ عمر استولت عليها استولت على كل المحافظات وعدنا بالبصرة خذت أراضي تسوالها مليارات توزعت كل أحزاب والموظفين الأحزاب وكل شيء استولوا عليه إحنا نقلها من خلال بثك نقول للشعب إلى متى الظل يعني وبالإعلام وتحكي الحكي ما فيه 16 سنة وهم أكلوا حقنا نفاق دجل كذب أهداف أعمايم كلها عبارة عن نفاق ودجل دمرت هذا البلد جوعت هذا البلد فأنا أطلب من الشعب العراقي إذا يريد يكون حر يطلع مرة واحدة بحياته حتى لو نصف الشهداء حتى لو نصف الجرحى من بعد عد ما تغير يجيب ناس شرفاء يصير العراق بخير ولا إذا ظل على هاي الأجهزة القمعية والله ما صل لك شارة كل شيء عندهم استثمار المجالس الأحزاب المحافظين الوزارات عادل زوية تكرم هاي شو مربوطة بيك الأحزاب تجيبها يمنى وتجيبها يسرى لا يحل ولا يربط عبارة هاي الأحزاب عن تلف أموال الدولة ومتطلع تظاهر والله لو تشوف القمع هنا خلال هاي الأيام بالبصرة الاعتقالات والقمع الصدمة والردمة والسواد والشقد تعذيب يجيبوك للاستخبارات ويعذبون بيك أنا اليوم طلعت من السجن يدقون عليك اعترف أنت داعشي وأنت مظاهر طالع جوعان فمن كل عراقي إذا هو عراقي غيور وشريف لا يسكت عن حقه والله يجونك لبيتك ويأخذون أرضك ويأخذون بيتك ويفلشون عليك كل شيء وأنت ساكت نحن بزمن الظلم ما سكتنا مو هسه طحنا بناس أنجد فعلى العراقيين ان يتحركوا ولا يطون لا يطون ارضهم دير بالهم والله اذا عجوكم الردمه او الصدمه او السواد او الجيش واستفزوكم والله واجههم بالسلاح وهذا حق عليكم واجههم بالسلاح والعلواد والديهم وما بهم واحد شريف من وتحياتي لك اشكرك ابو علي من البصره كان معنا طبعا انا اعتذر من المشاهدين اللي يتصلون على الواتساب احنا اتصالات ما نستلم على خدمة الواتساب فقط الرسائل ولا نقدر نفتح الرسائل الصوتية معنا اتصال محمد من البصرة تفضل محمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وإلى قناة الرافدين حياك وإلى مشاهديها وإلى عامليها وإلى مخرجنا العزيز أهلا وسهلا أستاذ عمر نعم. إذولي بحجة الاستثمار نعم. يريد يسلمون كل الأراضي العراقية هذول بحجة الاستثمار يردون يفرغون يعني هو طبعا مو استثمار وإنما تغيير ديموغرافي يريد يغيرون بس لكن شنو بدورهم هم شو يسوون يلقونهم حجة بحجة الاستثمار والله العظيم إذا يبقى هذا الحال حتى بيوتنا هم يجي يوم من الأيام هاي بيوتنا احنا طابوا قاعدين بيها بالبصرة يجي يوم من الأيام هم يقولون استثمار ويلقونهم حجة ويشيلوننا ويخلوننا قاعدين بالشارع ها يعني هي الحكومة هذا ما يعني هم بدوها ويانا بتشرب وراح ينهونها بالدمار يعني هذا يعني هو كل اللي
همهم انه يؤذون الشعب العراقي. نعم. هم اجوا على انه يؤذون الناس لا اكثر ولا اقل يا استاذ عمر. اي استثمار شنو امريكي يا محمد؟ يعني احنا يوميا طلابه ويا الحكومه، يوميا طلابه ويا الحكومه، يوميا صار طلابه، يوميا صايره مشكله، فتره اخذت حرق المحاصيل، ويطلع علي رئيس الحكومه يقول لك لا هاي شغلات بسيطه واقل من العام الماضي والى اخره وغيرها وغيرها. واليوم مثلا يريد يصادرون هاي الاراضي حوالي 16,000 دونم على اساس اللي يستثمرون بها ويطلعون الناس وما يريد يعوضوهم، وتالي توي الحكومه تاليتها الحكومه. هاي الحكومه بصراحه يعني مستخليه الشعب، الشعب جاي يشوفونه ما يحرك ساكن وبدورهم هم شو يسوون؟ يعني اكو شغله، ومن امن العقاب اساء الادب. هذول ما جاي يشوفون واحد يحاسبهم. حكومه لما تسوي مشاكل على قولتك مثل هيك مشاكل وشعبها وكانه شلون تريد تلهي العالم، وهاي زوبعه يعني هي معروفه يعني مو جديده، يردون العالم يلتهي بهاي الشغلات وبدورهم هم ياخذون يردونه. هاي الحكومه هي اي حكومه يعني؟ يعني هسه هاي الحكومه، انا اسمعني استاذ عمر رحمه الوالديك، ارد اعرج على شغله، لان هسه قبل شوي طلع رحيم الدراجي بالبرمه مالتكم على جماعه رفحه. جماعه رفحه يخسرون الشعب العراقي مليارات الدولارات، وهناك فضائيين من قبل الاحزاب على اقل التقدير بكل حزب 10,000 شخص فضائي. هم ليش مسوين هاي الشغله؟ لان يعني كل حزب منظب له جماعه اللي عددهم 10,000 فضائي حتى ودورهم ياخذون، وهاي يعني كميه فلوس هواي يعني مستفادين من عده. هم دولي ما يهمهم، لا يهمهم عرب ولا يهمهم شعب ولا يهمهم مواطن ولا يهم، ما يهمهم. يعني احنا انا دائما اكد على كلمه ما يهمهم، والله العظيم استاذ عمر ما يهمهم دولي. دولي كل اللي يهمهم انه شلون يفرغون الاراضي، شلون يفرغون الناس من وضعيتها، شلون يعني هم جايين من اجل بس ياذون الناس لا اكثر ولا اقل، واحنا نبقى العراقيين نايمين، كل واحد حاصله مخدمه الريش ونايم عليها، وهاي جاي يشوفون بعيونكم، يوم جايبين لنا مستشار ايراني، يوم يسوون لنا استثمار، يوم عادل عبد المهدي في يعني هي ايران نفسها جاي تعترف تقول احنا وراء هاي الشغلات، والحكومه مالتنا تنفي. عادل زويه قرت عينه وقرت عين حكومته، هذا اللي نقدر نقوله. نعم والله المعين، الله المعين. نعم بالله. انا اشكرك اخي محمد من البصره، معنا اتصال ابو حسن من بغداد، تفضل ابو حسن. السلام عليكم اخوي عمر. وعليكم السلام ورحمه الله. الله يسلمك. اول شيء بقى يعني شو احب اقوم بالعراق؟ اخوي عمر انا البارح اكو موضوع بدي احكيه بس ما كان رصيد معدي. اعطيني رايك بالموضوع هذا وبعدين نحكي بالموضوع الثاني. ايه هم ما بقوا شيء بالعراق يعني. نعم. ضيعوه على بكره. شنو الهدف؟ برايك الهدف الحقيقي بالفعل استثمار؟ يعني تركب كل هاي الاراضي اجوا على الناس اللي الناس المسكينه المزارعه اللي قاعده بذيك المناطق. نعم قاعدين الناس يدهون اراضيهم وصير لهم هاي يعني بسرعه عامه تدمير. تجي المرحله الثانيه اخوي عمر ولا واطيل عليك. نعم. بالنسبه مال موضوع البحر مال الاطلاعات هي شنو شغلها؟ اغتيالات وقتل العلماء ورجال الدين والوجوه الوطنيه. البحر ما لحق تحكي، هم دول اطلاعات ما اصلها اسرائيلي، صدقني اسرائيلي، ومقرها بايران وبالمنطقة الخضراء. يطلبهم أوامر إيران، أقتلوا الضباط، أقتلوا الأطباء، هجروا، قتلوا، هينوا، دمروا البنية التحتية مال العراق. هم دول هم جوا باع العراق. بس العراق ليش ساكتين؟ ترى والله العظيم راح نشوف أيام سوداء ما يعلم بها إلا رب العالمين. أنا قلتها قبل، هم دول مجرمين. أسألوا قاسم سليمان هو مطلوب للدول التربول مدوين يسرح ويمرح. كل الدول الغربيه كلها متفقه عليها يعني على العراق. يعني العراق ما يخلص ما دام الشعب نايم. الى متى العراقيين يظلون ساكتين؟ ليش؟ يعني يهينون بينا، ياخذون حلالنا، يزرعون اكلنا، يعني يهينونا اهانه يعني مو بسهوله واحد ينساها. العراقيين يا معودين لكم، بس قولوا يا الله يا معودين، والله بس قولوا يا الله، هذول جايين يدمروكم ما بقوم بكم قشايه. فالصحوه ما اعرف يعني الناس نايمه ما تعرف. يعني الرجال قبل شوي يقول هذا بلدهم، لا مو بلدهم ولا شعبهم ولا يبتون مسلح للعراق.
يعني دول كلهم خنازير ابناء خنازير. والله ارحم. الله ارحم. أبو حسن من بغداد كان معنا. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين. خلونا نقرا رسائل واتساب. رساله من الموصل طبعا يتحدث فيها عن السجناء، يقول: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فيما يخص السجناء بمدينه الموصل، يقول: يسجن المتهم بدعوى كيديه وتنزع الاعترافات ليست للمتهم، يبصم على اوراق فارغه ويحال للجنايات وما يطلع المسجون أي مسح ميداني، وعن طريق المحامي يستدعي الشهود والمختار، يبرؤون المتهم عند قاضي الجنايات ويحكم القاضي أحكام ما أنزل الله بها من سلطان، إعدام مؤبد، أحكام مجحفة بحق الأبرياء كما يقول، وعلما بأن القضاة أكراد كما يقول هو حسب الرسالة. ذكر اسم قاضي وهو قاضي التحقيق كما قال مازن طاهر حما، يقول: قام بإصدار أحكام على أكثر من 3000 شخص أبرياء من أهالي الموصل. يقول يضيف، يقول: نتمنى أكو إعلان في مدينة الموصل ليقوم بإيصال صوت المواطن في المراكز، في مراكز التعذيب يم الشبك، ميليشيا الشبك كما يقول، ويتم التعذيب كالآتي: إدخال صوندا أو إدخال بطل مشروبات غازية مع الضرب إلى غاية الإغماء، علما أكو ناس توفت في المراكز بسبب التعذيب. ويقول: والله على ما أقول شهيد. رسالة يقول أبو حاتم: بإذن الله. لا، هاي رسالة ثانية. يقول أبو حاتم من الموصل: السلام عليكم. يقول: العراق كان في يوم من الأيام دولة قانون ومؤسسات، واليوم لا يوجد مسؤول واحد بالعراق يشعر بالمسؤولية لإدارة البلد. العراق مبيوع من قبل عملاء الاحتلال في الخضراء الأراضي لحزب للأحزاب والميليشيات، والمياه والموانئ لحزب، والزراعة أيضا كسابقاتها وغيرها من الموارد الأخرى في العراق، وشعبه مبيوع. عاني عانك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ويقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعد يقول: بإذن الله تعالى سوف تدفع هذه العصابة المجرمة ثمن إجرامها المتعمد في تدمير العراق وشعبه العريق قريبا. يقول: هذا وعد لهذه العصابة ومن يدعمها. السلام عليكم. تقول ابن العزيز عمر: هذه الحكومة ما تستحي على أي إنجازات تحكي. قصد هذه الحكومة أن تقول عن الخراب الذي سببته في هذا البلد والدمار الذي ألحقته بالشعب. خلت حاسب الفاسدين، ما شفنا يوم فاسد وراء القضبان لحد هذا اليوم. منذ سقوط بغداد أفلحت هذه الحكومة برفع الصبات الكونكريتية. مع تحياتي لكم أيتها القناة البطلة، قناة العراق العظيم، أم زيد. الله محييش أم زيد. نرجع إلى موضوعنا، موضوع مصادرة الأراضي المحيطة في مطار بغداد الدولي. طبعا عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عبد السلام المالكي كشف أيضا عن ملف فساد كبير يتعلق بتوزيع مساحات استراتيجية من الأراضي المجاورة لمطار بغداد. النائب المالكي قال بأن الهيئة الوطنية للاستثمار منحت آلاف الدونمات من الأراضي التي تعد استراتيجية مجاورة لمطار بغداد الدولي إلى مستثمر أجنبي، وأنفق على تصاميمها عشرات الملايين من الجانبين العراقي والأمريكي. بعدها تم منحها إلى رجل أعمال أجنبي بغرض بيعها للمستثمرين العراقيين.
يعني حلوة الحلزونة يوم الحلزونة، يعني جيب أرض عراقية بيعها الشركة أجنبية، الشركة أجنبية ترجع تبيعها للمستثمرين العراقيين. طبعا النائب وعضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عبد السلام المالكي حذر الهيئة الوطنية للاستثمار من الاستمرار بهذا المشروع الذي وصفه بغير الوطني والذي عده خيانة عظمى للبلد باسم القانون، ودعا المدعي العام وهيئة النزاهة لفتح تحقيق مباشر مع رئيس الهيئة وإيقاف إجراءات الإحالة التي تم إقرارها بقرار مجلس الوزراء واللي قرأناه في بداية الحلقة. هيئة علماء المسلمين في العراق قالت في بيان لها حول مصادرة الأراضي المحيطة بمطار بغداد الدولي بأن مصادرة الحكومة لأراضي في محيط مطار بغداد الدولي يأتي ضمن سياسات حكومات الاحتلال في التغيير الديمغرافي، وأكدت الهيئة بأن الحكومة الحالية بهذا الإجراء تؤكد طائفيتها المقيتة التي تلبسها لباس القانون. عزيز المخرج ناخذ البيان، ناخذ البيان ونحن نقرأ، ناخذ البيان. نعم، هيئة علماء المسلمين في العراق قالت في بيان لها حول مصادرة الأراضي المحيطة بمطار بغداد الدولي بأن مصادرة الحكومة لأراضي في محيط مطار بغداد الدولي يأتي ضمن سياسات حكومات الاحتلال في التغيير الديمغرافي. أكدت الهيئة بأن الحكومة الحالية بهذا الإجراء تؤكد طائفيتها المقيتة التي تلبسها لباس القانون، بينما أهدافها هي تغيير التركيبة السكانية لمناطق محيط بغداد وبعض المحافظات الأخرى، وهو ما حذرت منه هيئة علماء المسلمين مرارا. أضافت الهيئة بأن الذين يتسلطون على العراق وأهله ما زالوا مستمرين في غيهم وإجرامهم، ولا بد من الوقوف بكل السبل المشروعة أمام هذه الانتهاكات والتجاوزات. طبعا مثل ما أشرنا بأن الحكومة قد قررت اغتصاب آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية في محيط مطار بغداد الدولي بعد تهجير سكانها قسرا ومنحها للمستثمرين الأجانب بدون وجه حق. هذا ما جاء في بيان هيئة علماء المسلمين. نرجع ونذكر أخوتنا المشاهدين، إحنا ما نقدر نستلم اتصالات على رقم الواتساب، أكو أرقام تشوفوها موجودة، ذني الأرقام الثلاثة ممكن تتصلون عليها مباشرة وتشاركونا بأصواتكم وتعليقاتكم وآرائكم حول موضوع حلقة هذا اليوم. معنا اتصال أبو علي من لندن، تفضل أبو علي. السلام عليكم أخ عمر. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أهلا بيك أخ عمر. يعني الكلام عن العراق والله يا أخي قام يأذي ويوجع القلب. نعم، برأيك شنو الهدف؟ يعني الهدف الـ 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 هذا العمل، هل هدف مادي هو الاستيلاء على هذه الأراضي اللي قريبة على مطار بغداد لو تغيير تركيبة سكانية؟ شنو رأيك؟ من أي فئة؟ تسمعني؟ هاي وحدة إذا إن شاء الله مقصودة هاي. نعم، وهذا فضل. ليس من عنده، صدقني هذا أمر إيراني، صدقني. نعم يا أخي، هذه لتصفية طائفية، فعل طائفي أخي أخ عمر، هذا فعل مقصود. زين، المرجعية من قالت؟ من قالت المرجعية؟ الشعب لازم يكون واحد. زين، ماذا تشوف هاي الأفعال تصير في البلد أخ عمر؟ زين، ليش هم السياسيين نفسهم إيش قد استولوا هم والميليشيات؟ جيد استولوا على أراضي ودور مال مواطنين ومال دولة، ما احنا نقول عمر، هم يقولون باللقاءات بالتلفزيون، واحد يفضح الله أخ عمر. نعم، يعني متقاسمين غنيمة متقاسمية، هم يقولون. زين، شنو اللي حققته؟ زين، هاي الموصل، نشوف الوقف الشيعي اللي بالموصل ذي يسوي على أملاك، لا أملاك الوقف السني، هم بالتلفزيون طلعت أخ عمر. يعني ما أعرف شنو، يعني بالعراق صار البوق، البوق بفتوى حلال يعني من المرجعية ظاهر هي شيخ عمر. يعني هذا أي دين اللي يحلل إذلال الناس؟ هذا مسلم أخ عمر. يعني إسرائيل تسوي بالفلسطينيين هيك، قاعد تأذيهم بهالصورة هاي أخ عمر. يعني والله عجيب يا أخي. زين، أنت يا شعب مو كافي، صار 16 سنة يا أخي، شي بقول منك بعاد؟ لا صحة، لا تعليم، لا حصة تموينية، لا ما أعرف أنت ليش عايش. يشوف الشعوب الحرة شلون لها كرامة وشلون تتحد. نعم، شلون تتحد الشعوب.
زين بوجه حق الحكومه تقول اخذ هذه الاراضي وتحويلها الى الشركات بدون بدل، يعني بدون تعويض. اخ عمر اذا شغله مقصوده، اخ عمر شغله مقصوده، شي يعوضون اخ عمر؟ يم يعوضون؟ هذول المعترفين اللي يعوضون يا اخي. شوف شوف هم، شوف السياسيين، شوف ابنائهم وعوائلهم واملاكهم وارثتهم وين؟ مو بالخارج. والشعب مذلول، الشعب يشكي من الصبح لليل بالقنوات، يشكي من الجوع والظلم والفقر والتسمم والمخدرات. شنو اللي يوحد الشعب وما يخلي الشعب ينتفض عليهم؟ شنو هو؟ يعني هذا الشعب العراقي مع الاسف شعب ما يستحي مع احترامي له، مو الكل. بس يصير يا حمر الى متى تصبر على هيش ناس؟ بس نتذكر ابو علي قبل ايام قليله، ابو علي ابو علي قبل 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 موضوع المحاصيل، حرق المحاصيل، اذا تتذكر وشفت على مواقع التواصل الاجتماعي مزارع النخيل اللي بالدوره، شفتها شلون تم اقتلاع هذه الالاف من النخيل، هذه الثروه الوطنيه. قال لك والله استثمار، هذا اللي يسووها مجمعات سكنيه على اساس، تذكر وراها اجت موضوع حرق المحاصيل، ورا هسه حرق المحاصيل. هذه اراضي زراعيه الناس صار لها عشرات السنين تزرع وتفلح بيها، يقول لك والله احنا بدنا نحولها للاستثمار. مسلسل واضح، يعني مسلسل واضح، يعني حتى اذا الحكومه تقول لا والله هذا الكلام مو صحيح وانه هذه مغالطه واحنا نيتنا جايين نبني، يعني ماكو هيش تسلسل زمني يجي. نعم اخ عمر اللي يخدعون بالشعب، اخ عمر ايش يسوون؟ يسموا ماو، حرقوا، باعوا المنشات، فككوا المصافي. المصرف يجي منو فكك يا عمر؟ مثل احنا بلندن وعايشين وشفناه بعيننا، منو فكك وشلون راحت الادوات؟ نعم يا اخ عمر، يعني الشعب ايش ينتظر؟ مو كافي؟ مو كافي بالله اخ عمر، مو كافي. أنا أشكرك أبو علي من لندن، كان معنا اتصال حسين من الديوانية. تفضل حسين. حسين تسمعني؟ حسين؟ يبدو أننا فقدنا اتصال مع حسين من الديوانية. طبعاً إذا أخذنا مثال آخر عن التغيير الديمغرافي، نذهب إلى محافظة نينوى بالتحديد في مركز المحافظة مدينة الموصل، كذلك بحجة الاستثمار. كذلك بحجة الاستثمار وبناء مدن جديدة. وأخونا من الموصل في بداية الحلقة تحدث عن هذا الموضوع. طبعا نأخذ تصريح لعضو مجلس محافظة نينوى حسام العبار، عبر عن رفضه تغيير تصميم المدينة القديمة التي تشكل كما قال رمزية لدى سكان الموصل، ردا على معلومات أشارت إلى عرضها للاستثمار بحجة إعادة بناء ما دمرته العمليات العسكرية. العبار قال بأن المدينة القديمة أثرية ولا يجب التصرف بملكيتها، وأضاف بأن تصريحات المحافظ منصور المراعيد بخصوص الاستثمار غير قانونية ومرفوضة، وأنه لن يسمح له بتغيير تصميم المدينة القديمة نهائيا. ما سمعت الاسم بس عيد لي. نعم حسين من السليمانية، تفضل حسين. الله يسعدك، حياك الله يا هلا بيك، يا اهلا وسهلا. شلونك؟ الله يسلمك، تفضل. مواطن كردي مسلمانيه. حياك الله يا هلا بيك. انا مواطن كردي مسلمانيه بس عراقي، توجهي عراقي، مو مسلمان اخوانا. تفضل. والله استاذ عمر يعني لمن تقصد الخونه بس حتى هذا الموضوع؟ حسين. نعم. بس عيد لي العبارة، ما افتهمت عليك. قلت أنا من السليمانية يعني مو من الخونة. إي دول الخونة عائلات تابعين مخابرات إيران، الخونة أضرع إيران مع الأسف بالكرد وحتى بالعرب، حتى يعني مع الأسف إحنا عراقيين عندنا هيك عائلات وجماعات خونة، يعني احتضنوا بحضن إيران ودمروا العراق. هاي الخيانة موجودة في كل مكان وفي كل زمان، يعني ما تقتصر على منطقة ولا على محافظة ولا على دين. يخون وطنه يخون وطنه على مود دولة أجنبية، شلون؟ شلون؟ واحد شلون ضمير يقبل؟
نعم، خلينا بموضوع نسيان كاك عمر. واحد فضل. واحد ضميره شلون يقبل؟ عندنا عائلات مرتبطه بايران من زمن، يعني يخون وطن وصار جحوش لايران. عمي يا عائلات، الحكومه مرتبطه بايران، الحكومه هي حكومة هي كانت رابيه بايران دمروا الشعب يا عائلات البلد. هي الحكومه شوف باعترافهم هم البارحه غالب الشابندر يقول رئيس الوزراء الحقيقي ابو جهاد الهاشمي، وقاسم سليماني هو اللي قال خلوا بالواجهه عادل عبد المهدي، وقبله مدعومين من ايران هم كانوا هناك قاعدين ويتدربون ويحاربون بالعراق. نعم تفضل، خلينا موضوعنا موضوع مصادرة الاراضي. اكو صوت عراقي واحد نعم. يسمع له يعني من القاهره ومن ضيمه ام زين، اكو صوت عراقي يعني ينادي بكل الشعب اسم العراق، اسم الشعب نعم. عراق، عراق الحضارات، عراق التاريخ، مو عراق الفرس المجهول. نعم في بلاوة الله يسعدك. انا اشكرك حسين من السليمانيه كان معنا. للاسف وصلنا الى نهايه هذه الحلقة. طبعا نرجع ونذكر بأنه يعني مصادر صحفية قبل تصريح عضو مجلس محافظة نينوى اللي كنا نتكلم قبل اتصال أخونا حسين من السليمانية حسام العبار، يعني مصادر صحفية قبل تقريبا أكثر من أسبوع أشارت إلى أنه هناك توجه لدى محافظة نينوى مجلس المحافظة لفتح فرص استثمارية لإعادة بناء القديمة الموصل القديمة، وكذلك المحافظ منصور المراعيد هدد أهالي المنطقة القديمة بأنه سوف يتم إعادة بناء هذه المنطقة، وكان هناك حديث بأنه تحويل المنطقة أنه إلى منطقة تجارية مولات، وعلى أساس يسموها داون تاون أو كذا من هذا الباب. تحدثنا في هذه الحلقة أعزائي المشاهدين حول قرار مجلس الوزراء بمصادرة الأراضي القريبة من مطار بغداد الدولي، وهي أراضي أغلبها أراضي زراعية عائدة إلى ناس وعوائل تسكن في هذه المنطقة منذ عشرات السنين وأكثر، تزرع وتفلح بها وبدون تعويضهم، على أساس أنه كما جاء في القرار تحويلها إلى مستثمر أجنبي، إلى شركة أمريكية وشركات عراقية لاستثمار تلك المنطقة كما زعمت الحكومة. شكرا لكم أعزائي المشاهدين، وإلى اللقاء بإذن الله.